الذي سجل هاتريك في مرمى الوسط وهو الذي سيتقدم الآن لقص الشريط هذا اللقاء قوية الله الجماهير تحتفل قبل أن ينفذها الهداف لأنه لا باب 1-0 يتقدم الزعيم من علامة الجذاب بكرة استقرت في وسط المرمى بحثا عن وصول إلى دور الأربعة. الشوط لا يغرب إلا بشروق عيناوي الرقم 9 يحضر في المناسبات الكبرى علامة الجذاب 1-0 يتقدم من خلالها العين عن طريق إلى باب بانتظار ما ستسفر عنه دقائق هذه المباراة المتبقية في شوطها الثاني. كرة يطلبها راميرو يرسل كرة عالية الله على التهيئة الله على الوقوف الله على السيطرة الله على الهداف للهداف طريقة واحدة لإعلان توقيعه جول بيرتو أوليفييرا يعلن عن نفسه اليوم ويسجل في اليوم الكبير ويسجل في اللحظة الأهم هدف يأتي عن طريق الهدف أوليفييرا ويا للذكريات يا أوليفييرا بالصدر إلى روخو انظر إلى الهداف في طريقة واحدة لإعلان توقيعه الفهود يعودون ألم أقل بأن للوصل تواجد في الشوط الثاني للوصل رغبة في الشوط الثاني للوصل وصول وكرات ثابتة وضربات ركنية الفرصة تعود من جديد سالم العزيزي الكرة العالية من سالم العزيزي يا سلام الله على التمريرة الله على التصويبة يا رب أجمل من الوصل طريقة الوصل توقيت الوصل هدية جولبرتو في الوقت الأخير الهدف الذهبي من الهدف الذهبي أوليفييرا الجديد يشعل الزعبين ويصيبهم في مقتل الله على الفهود الله على الوقت الأخير الله على الذهب الهداف له طريقة واحدة لإعلان توقيعه ويا لها من طريقة ويا له من توقيت ويا له من استلام ويا لها من نهاية ويا لها من يسرى جول بيرتو هداف جديد في دورينا بقميص الأصفر الكبير الله يا جول بيرتو 2-1 هدف يساوي بطاقة تأهل إلى دور الأربعة كرتين فقط